نذهب أيضا إلى مدينة مراكش، ومن هناك ينضم إلينا الزميل محمد أنس طموح لنرصد معه سير العملية الانتخابية في المكتب الذي يوجد فيه الآن. تفضل محمد أنس طموح، ماذا لديك؟ نعم، تحية طيبة لك مجددا الزميل محمد برويس ومشاهدينا الكرام. الآن نتواجد دائما في مركز التصويت في اعدادية الشريف الإدريسي في مقاطعة مراكش المنارة. العملية برمتها تسير بشكل عادي مع تصاعد تدريجي لوتيرة التصويت وقدوم الناخبين للمشاركة في هذا في هذه الاستحقاقات التشريعية 2021. ما تم رصده محمد برويس هو حضور تلة من المراقبين المحليين وعلى المستوى الوطني أيضا حضروا إلى مراكش لمعاينة سير هذه العملية والتي ستتواصل إلى غاية 7 مساء بدون انقطاع، وذلك بحسب بلاغ لوزارة الداخلية. كما نذكر أيضا بأن المشاركة هنا من حيث التمثيل السياسي هناك مشاركة وازنة لأسماء وازنة تعتمد عليها الأحزاب لكي تأخذ بزمام تدبير الأمور هنا في جهة مراكش آسفي، والتي بالطبع تنتظر الكثير لمحاولة رأب مختلف الإشكاليات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي يعني كانت سببها الجائحة جائحة كوفيد-19 والتي أثرت جليا على المشهد الاقتصادي والاجتماعي هنا بجهة مراكش آسفي. وبالتالي فمختلف البرامج التي قدمتها الأحزاب كانت تراعي هذه النقطة وهي تقديم حلول للخروج من طيب. هذه شكرا لك محمد أنس طموح، سأعود إليك بعد لحظة. فقط هذا الخبر الذي ورد بلاغ وزارة الداخلية الذي أكد أن عملية أنه انطلقت صباح اليوم على 8 صباحا في جميع ربوع المملكة، عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات. وحسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية. ويتعين التذكير حسب بلاغ وزارة الداخلية أن عملية التصويت ستتواصل بمجموع التراب الوطني إلى غاية 7 مساء بدون انقطاع. إذن كان هذا بلاغ وزارة الداخلية التي ذكرت فيه وأكدت أن عملية فتح مكاتب التصويت افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية. أعود إليك زميل محمد أنس طموح، ماذا عن الإقبال تحديدا؟ زميل محمد أنس طموح، سألتك بعد هذا البلاغ بلاغ وزارة الداخلية الذي تحدث أيضا عن أن عملية افتتاح مكاتب التصويت على مستوى التراب الوطني هي قد تمت في ظروف عادية، وأن عملية التصويت ستستمر حتى 7 مساء وبدون انقطاع. بدون انقطاع ستبقى المكاتب مفتوحة حتى 7 مساء في وجه الناخبين والناخبات المغاربة في المكتب الذي توجد فيه محمد أنس طموح. هل ارتفعت وتيرة الإقبال؟ نعم محمد برويس، فنذكر دائما بأن عملية التصويت سوف تتواصل إلى غاية 7 مساء والتي هي أيضا بدأت منذ 8 صباحا وهي الآن تمر في ظروف عادية جدا ومع تصاعد تدريجي لوتيرة المشاركة. لاحظنا أيضا قدوم عدد مهم من الناخبين النساء والشباب، و تعرف مدينة مراكش يعني عادة بارتفاع الحرارة في منتصف اليوم، فبالتالي من المرتقب أن تتصاعد وتيرة المشاركة في غضون الساعات شكرا جزيلا لك الصباح إلى غاية الساعة 11 محمد أنس طموح وسط الـ نعم شكرا جزيلا لك الزميل محمد أنس طموح من مراكش على هذه الصورة.